أنا متأكدة إنه غداً هيكون استاد القاهرة يعني كمية الطاقة الإيجابية اللي هتكون موجودة فيه هتكون كافية جداً إن إحنا نتأكد دايماً إن المصريين دايماً على قلب رجل واحد. غداً يستقبل استاد القاهرة احتفالية ضخمة جداً للإعلان عن مبادرة كتف في كتف. المبادرة إيه حكاية المبادرة؟ هي مبادرة للحماية الاجتماعية، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وذلك طبعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، يعني الأهالينا الأكثر احتياج. هتأتي هذه الاحتفالية الحقيقة بعد الإطلاق الفعلي للمبادرة على أرض الواقع، يعني بدأت المبادرة بالفعل من يوم 10 مارس، وبدأ توزيع طبعا كل المساعدات الغذائية الضخمة زي ما أنتم شايفين. المساعدات مش بس موجودة في محافظات جمهورية مصر العربية لناسنا وأهلنا الأكثر احتياجا، بنتكلم على أكثر من 4 مليون مساعدة غذائية. الأجمل كمان هو شباب مصر اللي زي الورد ده اللي واقف كمان يساعد. العمل التطوعي شكله حلو، شايفين السيارات اللي بتجوب محافظات مصر. الأهالي كمان لما يشعر بأن أنت داخل عليه بالخير، داخل عليه بأنه أنا معاك، أنا كتفي في كتفك، أنت مش بس لوحدك، كلنا في أزمة واحدة لكن كلنا هنعديها. وشوف بقى كمية الناس والخير والتعبئة والشباب والعمل التطوعي. وعايزة أقول لكم طبعا المبادرة ليها صفحة موجودة على الويب سايت للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بينضم كمان مع المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، بيضم 33 كيان تنموي ومؤسسة، وكل مجتمع على يعني هذا الفعل الجميل للخير، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. الجميل طبعا في الاحتفالية كمان المجهود الكبير زي ما أنتم شايفين، كل الشباب دول متطوعين. أنا سعيدة جدا، إحنا متفقين بأنه مصر شبع، عدد الشباب في مصر يمكن هو التعداد الأكبر للتعداد السكاني، فلما أنت تلاقي الشباب اللي هيبني بلدك بكرة هو اللي واقف وهو اللي بيوزع وهو اللي محتضن المسألة مع التحالف الوطني الأهلي مع المؤسسات الاجتماعية، أعتقد هي دي المسيرة اللي مصر ممكن تكمل بيها ونعدي بيها كلنا.